بسم الله الرحمن الرحيم. الفيلالي حسن رئيس المنظمة المغربية للإغاثة والإنقاذ، جينا في هذا النهار هذا مستعدين باش يتطوعوا أعضاء ديال المنظمة باش يتطوعوا على إثر هذه الفاجعة اللي جات لهذا المغرب، اللي مشاو ضحيتها عدة أرواح ولا زالوا تحت الإنقاذ، وكاين اللي فراغ في المستشفى. كنتمناو لهم الشفاء العاجل، وزعما ما نكرهوش نكونوا في ذاك البلاصه، فهمتي؟ راه حسب غير الوقت ما كتعظم مره نكونوا في شي بلاصه، وكاينين اللي ديالنا راهم تما، كاين المنظمه ديالنا، كاين شي فروع ديالنا راهم حاضرين في هذه الفاجعه هذه. تنشكروا الصحافه ديالنا اللي كتواكب هذا الشيء، هذا الحمد لله هذا الشيء ضرى فيه غير الخير، وهذا تضامن. وكنشكر مدينه فاس على هذا الالحاح ديال هذا المواطنين ديال مدينه فاس اللي تبارك الله جاوا بواحد الكثره اللي ما تصورش. الامن ديالها ولا السلطات كل شيء جا تبرع بالدم ديال على حساب هذا التضامن مع الاخوان ديالنا اللي في الجنوب. وتشكر الجميع وتبارك الله عليكم. احنا كيف ما موالفين، ماشي اول مره غادي نجيو للبيو لداء الوطن كما كنا في الوقت ديال كورونا في رمضان، ودابا دازت ضروره اننا نجيو نلبيو نداء الوطن بمناسبه ديال الفاجعه اللي جات، اللي كنقدموا التعازي للاسر ديال الضحايا. واليوم جينا ان شاء الله باش نتبرعوا بدم الناس ديال مراكش واللي تعادوا من الفاجعه ديال الزلزال. اخويا هادشي هذا راه ضروري، واي واحد اي مواطن خاصو يلبي هاد الندوه هادي. هادشي هذا راه عادي، وراه انت كتشوف راه تبارك الله كاين بلادنا بزاف. اقل ما يمكن باش نساعدوا الاخوان ديالنا هو نقطه الدم، هي نقطه الدم، وحنايا راه كلشي كيلبي هاد النداء هذا. وتبارك الله الاطباء اللي كتوجهها للمواطنين اللي مازال ما جاوش. صافي هادشي راه ماشي ساهل، ودغيا دغيا كيدوز. تبارك الله الاطباء هنايا خدامين وكلشي كيتعاون، في ترونسبور في كلشي، حتى حاجه ما صعيبه.